تشكر كثير دكتور طارق. موضوعنا الان هو تجاوز الصعوبات وحصول الاستقرار المستسلم. الحين احنا عندنا دكتور هاني غني عن التعريف، وهو حاليا رئيس المنتدى الانساني العالمي، المؤسس الهيئه الاغاثي الاسلامي، وشغل مناصب كثيره، وهو طبيب وحائز على دكتوراه في جامعه برمنغهام. فمن منا لم يسمع بالدكتور هاني، فنشكره على جهوده وعلى قدومه متطوعا ليفيدنا، اي مش اول مره ولا ثاني مره. جهوده مشكوره مع السوريين كلها، ان شاء الله هيك على ايده الله بيوجهنا نعمل الخير لصالح السوريين. اخر حبه جاي هم اللي بيعتبروا ايه؟ اخر اللي هو يقول لك ارتحت له، جزء من المحاضره، خلي بالك مش كده بتسجل انت، جزء من المحاضره، جزء من التنميه البشريه له قعر الكوبايه. ان لم تصل الى قعر الكوبايه فتستطيع ان تتمزق بقمه الكوبايه. والذي لا يستطيع ان يصل الى قاع المجتمع لا يستطيع ان يعمل مع المجتمع. لا بس هنشعر بس لسه القاعة ما وصلتلوش. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كل الشغل بتاعنا مبني على ركيزة واحدة، أنك تؤمن به. إن لم تؤمن بشغلك هذا بغض النظر خلفيتك الدينية ايه، بيكون العمل مرطوب. القاعدة الأساسية عشان ننجح ونثبت أي عمل هو الإيمان بالعمل. طبعا طارق خلص جزء كبير جدا من اللي كنت هتكلم فيه. أنا رسمت لكم المبنى ده، حد فيكم يقدر يقول لي ايه هو المبنى ده؟ وصلوا؟ المؤسسة. المؤسسة لابد يكون لها قاعدة تستطيع أن تقف عليها بثبات. أسهل حاجة بنعملها هو الاستجابة للعمل الإغاثي، اللي هو العمل العاطفي، اللي هو العمل الانفعالي، اللي هو العمل السهل. فالثلاث أدوار في أساس المؤسسة قاعدتهم الأولى كيف تتعامل مع الجماهير، كيف تتعامل مع الجماهير، وكيف تصل إلى الجماهير، وكيف تعلم من هم الجماهير اللي تحمعها. أنت عايز تعرف المجتمع لابد تعرف التكوين المجتمعي بتاعه، التعامل مع الجماهير والوصول للجماهير ومنافسة الجماهير هو الأساس. مهما عظمت قدرتك وإمكانياتك وانتسب إليك من ينتسب، دون الوقوف على هذه القاعدة الجماهيرية القوية لا تستطيع أن تثبت أو تبني عمل. عليكم السلام. إذا حضر الماء بطل التيمم. شيلوا الحجارة بقى يا شباب وتعالى يا مية. تفضل يا نرحب بالاخ. تعال هنا نرحب من هنا عشان التلفزيون. طيب نرحب بالاخ والاخوه من بيت الزكاة الحويتي. الحقيقه شرفونا بزيارتكم، حابين احنا نعرفهم عليكم ويتعرفوا عليه تتعرفوا عليهم اكثر ان شاء الله. في لهم تعريف فقره 10 دقائق فقط عن انجازاتهم اعمالهم، بس يرتاحوا شوي من طلعه الدرجه لانه هم رياضيين. والله دور ثاني، دور ثاني. بديهم حاجة يشربوا ولا أكلهم؟ أكلهم ولا شربوا؟ أكلهم شاي شاي شاي. طيب إحنا ممكن دكتور لما تعطيهم الحب 10 دقايق كده؟ أول ما يقولوا نبدأ. أنا جاهز. نبدأ؟ لا كمل. لا أصل أنا مكمل. طيب أنت قول لي وقف. طيب يبقى الأساس في تثبيت أي جمعية وأي مؤسسة هو الأرض التي تقف عليها والجمهور اللي بتعامل معاه. من هو الجمهور الذي ستغير في كل حين؟ كان الجمهور الأساسي في العالم العربي في الستينات
أغلبوا الناس الكبار، دلوقتي أغلبوا الشباب والنساء والأطفال، ده 70%. يبقى أصبح جمهورك حاليا التحدي فيه كيف تقنع الشباب أن ينتمي إليك. دي القاعدة الجماهيرية نمرة واحد، ده ثبات، الحاجات دي ثوابت. في الأساس احنا قلنا نعمل إغاثة إنه سهل نعمله، بس العمل الإغاثي بيدخلنا على العمل التنموي اللي هو أصعب. وشايفين البنى بدأ يطلع فوق، ده كل دي تخصصات مختلفة حسب التغير المناخي للمجتمع، وحسب المشاكل اللي احنا بنعملها، وحسب الوظائف اللي احنا عايزين نقوم بيها، وحسب الرؤى والاستراتيجيات والتوجهات اللي احنا عايزين نوجه المجتمع اليها. كلما اردنا ان نعمل شيء نبني له كادر، ونبني له اداره، ونضع له سياسه، ونضع له مفاهيم، فتنمو العماره بقدر قوه احتمال الاساس الذي وضعته. فان اردت وكان حلمي ان انا ابني عماره، يبقى حبني عماره وده يبقى قمه الانجاز. لكن لو انا ببني العماره اردت ان انشئ مدينه، يبقى العماره هتكون جزء من شارع او جزء من حاره في شارع في مدينه. وان اردت وانا ببني العماره ان انزل الى وطن، يبقى العماره هتكون جزء من حاره من شارع من قريه من مدينه من محافظه من وطن. انبني عليها رؤيتك لما تريد ان تصل اليه الجماهير بعد سنوات. خلاص؟ يبقى الذي اريد ان اقوله، اذا كان هدفي العماره هنام على العماره. اذا كان هدفي قريه هنشئ القريه، اذا هدفي مدينه هنشئ المدينه، اذا هدفي دوله هنشئ دوله، وهكذا. حسب الرؤيه والاستراتيجيه اللي كان بيتكلم عليها الاستاذ طارق فيما قبل. يبقى الثلاثة دول لا ينفصلوا في أي عمل بتقوموا به. التواصل الجماهيري، سواء كان عن طريق الأونلاين أو عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق اللي هو الحاجات العادية التقليدية القديمة، والكيستين دول. لابد أن ننتقل من دين دي، ثم فكرياً ونوعياً ننتقل لكي تطلع العمارة دي 50 و100 و200 دور. أنا حاطين هنا مبنيين، واحد بالأحمر وواحد بالأسود. الفرق بين المبنيين دول إيه؟ دول من عوامل الاستقرار اللي بيت الزكاة هيدفعوك فيها مليون، أول مليون دينار. دخول الحمام زي الخروج. يبقى جايين ببلاش. روح قول بقى مش عارف مين رئيسكم، ادفع. وأنت مع جمعيات، الجمعية واحدة. الفرق بين المبنى ده والمبنى إيه ده؟ أنا بتكلم على عامل الاستقرار. المبنى ده فيه قدامك مبنيين. يا أصحاب الملاحظات تفضل. المؤسسة المملوكة للجمعيات. لا مالكش بالاسم، مالكش دعوة بالاسم. إنه هذا موجود وهذا نطمح إليه ممكن. طيب كويس. المؤسسات اللي الربح يعود الريع لل كويس، تفضل. هذا يتم بناؤه مع المؤسسة. أيوه. الآخر يأتي متأخر يعني. طيب كويس. انت رفعت ايدك، كنت بترفع ايدك الخير. ده درجة الفكر، ده فكر ثقيل. تفضل. اي مؤسسة بدها تمشي لازم تمشي بشغلتين، يعني مثل الرسمي اللي هو لابد ان تكون مع القوانين وتحصل على الدعم الحكومي، ولا نقصد الدعم الحكومي هو الدعم المالي. طيب. ولكن قوانين، تسهيلات، إدراك، أنت لك حيز من المكان، لازم تكون السلطة في المكان هذا تتوافق معك، تدعمك. طيب. مشان أنت تكبر. أخونا المبنى المراقب للعمل. المبنى المراقب يعني. مبنى مراقب للعمل، تفضل. هو السؤال الفرق بيناتهم، هذا يعني له جذر أكثر أعمق أمثل من ال بس خلاص، فضل أنا عايزه. ارفع في قلب نيم على الأولناه. هنا هذا مبنى تملكه، تبنيه مع الجمعية من اليوم الأول، تتحكم فيه في سياساته في مخرجاته. أما الدعم الحكومي فبيأتي ويذهب بناء على
ما بظرف سياسي، أزمة اقتصادية، الوزير تغير إلى آخره إلى آخره. فتستفيد منه اللي هو دعم مادي، بكم دعم مادي تستفيد منه، لكن تحذر. يعني في جمعية من الجمعيات في بريطانيا، في بعض الجمعيات لما تحب الحكومات تقصها تقوم مغرقها بالماء. ففي دولة، في دولة ما، في قارة ما، في عالم ما، كان هناك حكومة ما لا ندركها ولا نعرفها ولا نسمع عنها، أرادت أن تقتل هذه الجمعية. ففي عام ما أعطتها ملايين ممليانة دون سابق إنذار، فتفرشحت الجمعية. فرشحت عليه؟ اللغة العربية فسحة. أنت هترجعوا الكويت تتكلموا حاجة تانية. تفرشحت الجمعية. في العام الذي يليه الجمعية الحكومة قفلت المية، فانخنقت الجمعية. فحذاري من أن تعتمد اعتماد كلي على دعم ها مرتبط بأجندات سياسية مختلفة. دعم مستقر. دعم مستقر بتاعك هو. دول في إيدك. دول. ومع ذلك تاخد من هنا بس ما تغيرش في الهيكليات اللي هي هتكلفك مبالغ جامدة. استفيد به لحظيا. لحظيا تعامل معه بحذر. نفذ بس ما تفشحش. ها؟ هنا بقى تكشكش ما تعرضش. المرة اللي فاتت ايه؟ عرضها ما تكشكشهاش. ها؟ ابلعها ما تمضغهاش. هنا بقى تمضغ قبل ما تبلع. وتكشكش وما تعرضش. ما تحشش البرج، ما تحشش. بس انا عرفت الدوله ما هي، لكن بعدين احكي القصه بعد المقابله. بعدين بقى انا نفس المذهب. انا لا، مذهب انا غير مذهب. لا مو انت الدوله يعني. طب خلاص. شو بقى؟ وهنا بقى النمو الراس، هنا بقى في النمو الراس، ده معناه ان المؤسسه بتنمو راسيا وفكريا وثقافيا. وكلما اعتلى بناء المؤسسه كلما تغيرت الرؤيه. لان اللي قاعد هنا في الدور الاول بيشوف مساحة الأرض بتاعته قد إيه؟ فكين كده لما النسر بيطير في السماء ها؟ يبقى قدامه مساحة أكبر، بيتراكم تحرك كل فأر وأرنب وكذا في المنطقة دي كلها. لما ينزل الدائرة بتقل. اللي قاعد في الدور الأرضي محدودية رؤيته كده، كل ما ارتفع كل ما زاد. فالمناخ هنا، وبعدين هنا بقى بيكون في مناخات مختلفة. احنا اتعلمنا من حضارة الإنكا اللي هي كانت في بيرو وبوليفيا والمكسيك والحاجات دي كلها، انها كانت كثرة الحروب كانوا بيطلعوا على الجبال ويعيشوا. عملوا الجبال مصاطب عشان يزرعوا عليها. قاسوا درجة الرطوبة في كل مصطبة من المصاطب. وزرعوا في كل مصطبة محصول أو أي غير المصطبة اللي أعلى منه. فده واحنا بنتكلم هنا بنقول إن المناخ مختلف. أيوه. مناخ مختلف في الدور الارضي غير الاول غير الثاني، ولابد انت تكون فكرك مرن وسعه تفكيرك متسع، لان احنا بنستعمل بس من مخنا كام في 4% ولا 2% ولا 5%. يبقى دي ايه؟ ده المؤسسه بتاعتك. دول هيثبتوها ودول هيثبتوها، خلاص؟ دي في المقدمه ها، عشان انتوا هتتكلموا بعد كده. انت بقى تيجي تقول والله ابنوا لي المؤسسه دي بكم كم مليون دينار ها؟ لا البنايه دي. هذا مو تشبيك. ما عندك تدبيس. ها؟ اقول هذا مو تشبيك، هذا تدبيس. ما دبوس انا. ايه اللي انتم شايفينه قدامكم؟ شجر. يعني ايه؟ سماء. انت من احلام سيادتك اوامر؟ شخبطت سيادتك كنا خطيط للمستقبل الامه. شخبطت اسمها ثابت. اسمها ثابت وفراغ. طيب يا سيدي اتفضل. انا ملاحظ انه الاساس تقريبا بحجم الماء اطمح اليه. ما شاء الله انه يعني طبيعه تاسس بشكل جيد حتوصل للحجم. طيب كويس. ايه ثاني؟ الاساس العريض اللي تحت هو اللي خلى كويس. هاي الابراج ملونه ولا ثمار؟
الثمار الملونة اللي هي الأخضر في شجرة تنتج ألوان؟ آه طبعاً طبعاً لما بيلقحوا صقر بتاع اللي هو الخوخ والمشمش بيحطوا بتاع الخوخ ومشمش وبرقوق نفس الشجرة بعدين شجرة بتطلعني وتطلعك وديتي أنا شجرة طلعتني وطلعت أخواتي صح؟ ما شاء الله وكذلك أنا زي أخويا زي أختي أكيد هي بتخلف وأنا ما بخلفش خدت بالك؟ هي شجرة برضه ها كمل يا أخي اتفضلوا يا رجال احنا كلنا فلاحين ها؟ فاحنا عايزين نقنع الضيوف إنهم يمدوا الشيكة قبل ما يمشوا بقدر ما انت هتندم يلا يا شباب الشجرة بقدر ما الجذور بتكون ممتدة وعميقة وراسخة في الأرض بقدر ما الشجرة تكون ثابتة وتنتج ثمار متنوعة ملونة ومتنوعة متنوعة خلاص؟ طيب ده جزء من الثبات وده جزء من الثبات الساق كلما الساق ده اللي هو ايه بقى عندنا الجوانب الهيكلية والكوادر البشرية والسياسات ها؟ هشوف بقى قد ايه؟ ده لابد هو ده اللي هيحمل اللي هيطلع لك البرامج والمشاريع اللي انت شايفها. الثمار دي هي البرامج والمشاريع بتاعت المؤسسة. لن تخرج لك هذه الثمار المختلفة المتنوعة المتميزة المتميزة ها؟ إلا بمدى استقرار هذه الشجرة تحت الأرض. في أشجار في السودان عمرها وفي أفريقيا 200-300 سنة. 200-300 سنة. في سوريا. وكذلك. وفي أداء بس دعم لا أنت ما أعرف. أه. بس دعم 1000 سنة. طلع منها بعض الأخشاب في بعض الدول هناك. فما تتكلم حاجة زي كده هو بتلاقي إن أنت لابد تثبت شيء للأجيال. ما كنتش احنا فكرنا قاصر على أزمة سورية أو أزمة عراقية أو أزمة فلسطينية أو أزمة في بورما لا أنت بتؤسس عملك للأجيال قد لا ترى أنت شخصيا هذه الأجيال لكن إن جاءت الأجيال من بعدك تستطيع أن تكمل مسيرة رسالتك إنما عمق التأسيس احنا مشكلتنا في الاستقرار ان احنا بناخد قرار سريع زي كده شفت التلفزيون كده كان في ممثل يعملها كده كده يلا طايره انا ايه وهي طايره افهمها وهي طايره او اجيبها ازاي ما انت بتيجي بقى دينا احنا بتوع الكلام هم الكلام وهي طايره ايه ده طايره فالهوا ايه هي دي يا شفت يا حماده تك ايه تك دي انت هتك وانا هتكتب ونشتري توك توك وبعدين نجيب راجل بتاع التوك لا ونخطط ونرتب عشان نستقر نفكر ونخطط ونرتب عشان نستقر هنا احنا اتكلمنا الكلام اللي كان بيتكلم في طارق اللي هو الجزع بتاع الشجرة ده لابد في عوامل الاستقرار مش بس نزرع الشجرة نعمل مصدات الرياح اللي حوالينا اشجار مصدات الرياح دي احنا بنسميها دلوقتي العلاقات الدولية من يعرفك؟ من يتحدث عنك؟ العلاقات الإسلامية، الائتلافات، الاتحادات، ها؟ اللي هو الشبكات دي كلها بتحمي المؤسسات. بالك؟ ليه؟ لأن أنت عايز الثمر ده يطلع. الثمر ده لن يطلع لو أنت واقف لوحدك في مهب الريح، هتيجي الريح تقلع. لكن مين اللي هيبني؟ ها هذه الكيانات حول
هذه المؤسسات عشان تحميها. لما كان معايا هاي العلاقات والائتلافات والشبكات والتواصل مع حكومتك اللي احنا بنرفضه كثيرا. هم الحكومة إلا مجموعة من الأفراد الوطن زيهم زينا. أنت ليك سياسة وهم ليهم سياسة. هم الأمن إلا مجموعة من أبناء الوطن زيهم زينا. هم بيحموك من الداخل. هم الجيش إلا مجموعة من أبناء الوطن بيحموك من الخارج. وهكذا. فذلك كيف نتواصل لنحمي ونبني ونستقر ونثبت العمل؟ عدم التواصل بيخلق الشك. تكلم دكتور عن الجذع. الشجر يحتفظ ازاي؟ بيتعرض للظروف. اما تحت الاساس مثلا. احنا ازعنا الشجر. الاساس مثلا بقوة الاساس. كيف ستأتي قوة الاساس اذا ما يعني كيف ستأتي قوة الجذع اذا ما كان الاساس قوي؟ ما هو ده قوي. بس انا ده. كيف ما هي عوامل قوة القاعدة الاساسية؟ ما احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ ان احنا زرعنا الشجر دي فرحنا بيها. ايه لوحدها؟ مش كفايه. فلابد جنب الشجره دي يكون في اجدار تحميها من بره. اللي بيجي لك بقى هنا من هنا في الداخل اللي انت اللي يغذي الجزء الجذر من تحت. اتفضل رد عليا ازاي هتنمي الجذع ده اللي هو الجذع مش الجذع. ممكن اختيار الاشخاص المناسبين ممتاز. التربه المناسبه الاشخاص المناخ المناسب الارض اللي انت ممكن تجيب بذره تزرعها في ارض ما تنفعش تطلع فيها تعرف تجيب تنفع موز تزرع موز في سيبيريا مثلا سيبيريا جنب الشبرا على العظمه الخضراء على اليمين كده وانت داخل سيبيريا في روسيا تل ما ينفعش الا لو انت هتغير مناخ سيبيريا كله خدت بالك تعمل بيت بلاستيكي طب نعمل بالبلاستيك خلاص تغيير مناخ تكنولوجيا ها ده تغيير مناخ ما انا مش مختلف عليه اسحبوا الشيك اسحبوا الشيك خلاص انت ضيعتنا انا عايز اضحك عليهم كده بكلمتين انت ومين بتعمل البيت بلاستيكي ومين يا خلاص بقى الشيك ده العمر هيمشي دلوقتي هيسيبوك فانت بالتالي التربه اللي انت واقف عليها مناخ الدوله بالك اللي انت بتتكلم عليه الانظمه الجديده التحديات اللي موجوده كل دي بتكون عوامل في تثبيت من تحت لو ما عرفناهاش محدش هيبقى مدي لك الميه والمواد الغذائيه عشان تقوي دي لكن ومع ذلك في شيء تاني لازم يحمي الجذع اللي هو اللي حواليك ساعات احنا بنهتم فقط بالفلوس هنا صح؟ هتطلع لك شجر بس ممكن تكون من جوه مسوسه ان الفلوس مش كل شيء هداري ان تبنوا على الفلوس فقط في مؤسسات عندها مئات الملايين لكن ما بتطلعش الثمار دي كلها طب غير لك انت مؤسسه في غزه ولا في ادلب ولا في كده دولت اديني المشروع بتاعك صح عشان تحطه على الجمعيه بتاعتها لانه عنده فلوس مش عارف يعمل بيها ايه طب يجي لك انت خد بالك فالفلوس مهمه بس مش هي كل حاجه الكوادر البشريه اللي هنا هو هم اللي هيحصلوا التثبيت دي هم هيحولوا طب ايه؟ حوالين الشجره دي بقى لازم تعمل مصدات للرياح، ايه مصدات الرياح؟ ايه علاقتك مع مؤسسات دوليه؟ اتفضل. علاقات عندي. مؤسسات دوليه مع حكومتك مع كذا مع كذا، اصبح دلوقتي من المعلوم من الدين بالضروره. الامر الثاني هل انت المعلومه اللي عندك دي بتشاركها مع الناس عشان يساعدوك؟ احنا كل واحد فينا ياخد المعلومه دي من الخطر علينا ان احنا ما نشتركش الاخرين في المعلومه بتاعتنا. قال لك يا عم ده ما هياخد المعلومه بتاعتي حلو هياخد الفلوس من المانع. شايف ان العمليه كلها 50,000 دولار ولا 100,000 دولار؟ لا العمليه مجتمع. انت بتبنيه. العمليه ايتام انت بتحولهم لقاده مجتمع في المستقبل. مش 50,000 و60,000 و100,000 دي كلها اللي احنا عملنا كده. ايه؟ قلت ايه؟ فقشة بيسموها فقشة، أما فقشة مش عارف هي قفشة ولا فقشة كله زي بعضه. كده. اللي يبني مجتمع عشان كده فاكر احنا في المحاضرة اللي فاتت أو ده ليكوا إخواننا في لجنة الزكاة قلنا في وقت يا بيت الزكاة
وقت الأزمة وإطلاق الرصاص لابد لا تصرف كل الأموال على الإغاثة. تلتين على الإغاثة فقط، للإغاثة الأكل والشرب. 15% إغاثة نوعية سميناها، فاكر؟ معناها إن أنا ببني من اليوم الأول الشخص الذي سيبني المجتمع، الذي سيبني الدولة. 15% دول. وأعلم المانح إن دول كلهم إغاثة نوعية وإغاثة تقليدية. وال 20% التانيين 10 أتركهم كده في صندوق لما بعد الحرب. لأن حبني بيه التنمية، مش إحنا قلنا هنا فيه تنمية؟ والأمم المتحدة دلوقتي محتاسة. محتاسة وموحولة في الخروج من الإغاثة للتنمية. كم متابع؟ لأن سيبولك على دولة يمكن تصرف على سوريا في الأربع خمس سنين فاتوا مثلا 50-60 مليار. تصرف على 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 على, على, على اسمها كده اللي هي الصومال 50 مليار في حاجة و20 سنة. ها؟ وهكذا. وبعدين يقول لك لا دي فلوس الإغاثة فقط. أنا بقى أنا وأنت مش هستعوذ من كده، أعوذ بالله مشان من كده، عشان نحن الكبيرة، نحن الكبيرة عايزين نأثر لما بعد الحدث، بعد الإغاثة، بعد الحرب، بعد الفيضان، بعد كذا، من الأول. أنا باخد 10% دي، بتعب مع شاب الجمعية بتاعتكم، وقلت له لو أنتوا حطيتوا 10% دي احتياط استراتيجي الخمس سنين اللي فاتوا، وطلعوا من 500,000 ولا 400,000 لتنقل 13 مليون دلوقتي بعد الجامعات السورية وده بريطانيا. فحسبها قال لي كان يبقى عندنا دلوقتي 3.5 مليون جنيه استرليني في الصندوق. ده شوف بقى ده كانت كل سنة بتطلع ايه؟ 10%. لأن احنا مكلفين بإعادة بناء المجتمع ده مرة أخرى. يوم ما طلقت الحرب طلقت الرصاص بتقف، التلفزيون بيروح والإعلام بيروح وكذا بيروح وكذا بيروح وكذا بيروح، بيجي ندور على ظهر مش لاقي حاجه. فده تأثير. فلابد احنا قاعدين نفكر مع بعض ونقول لا احنا هنعمل كذا، ونقول للمانحين لا، نناقشهم نقول لهم لا لان احنا بنبني مجتمع بعد كده. انتوا ما حدش من الدول هيديك فلوس لايه؟ ما بعد الحرب. ولما بتعطى في التنميه بتعطى دلوقتي اغلب فلوس اعاده الاعمار تعطى لشركات خاصه كبيره. قد تكون انشاتها بعض الحكومات المانحه او بعض المؤسسات الكبيره، وانت تبقى قاعد تصفر. و90% من جامعاتك تقفل. وبنتكلم ده من عامل الاستقرار، انك الوقف من اول يوم تنشئ فيه جمعيه تقول للمتبرع انا هاخد من كل دولار او كل دينار او كل ريال على حسب ما تقول 2% 3% 1% وتسيبه. ما تبصلوش، انسى موضوع ده كوقف، غير بقى اللي هو الاحتياط اللي بنتكلم عنه ده. فلابد واحنا بنحط الشجره دي نحط حواليها حاجات تحميها. دكتور بالنسبه للوقت في نسبه نموذجيه من البدايه بحيث انه بعد عندكم يعني؟ لا عموما لا احنا بعد خمس سنوات تعتقد انه يكون عندك شنو النسبة اللي تكون مناسبة؟ احنا مش عايزين نحط نسبة عشان ما نضايقش واسع. في جمعية هيكون تخصصها الأساسي أو الإيه مهتمة بلغة في الدرجة الأولى، ده ممكن ياخد 10%. في جمعية بتقول لك لا أنا بعمل حاجات كتيرة جدا جدا، أنا عمل إغاثة وصعب إن أنا آخد 10-15% وقف من أول يوم. لكن احنا نقول للمتبرع ده احنا من كل دولار هناخد من 1-5% بالكتير او من 2-3%. سيبها واحد لك جزاكم الله خير، قول له. واحد يقول لك انا هديك دي الوقفه بس، ما انت لازم عشان التدقيق القانوني بعد كده كان بيتكلم عليه طارق، يقول لك انت لكن الفلوس دي ليه؟ هل انت اخترت المتبرع؟ تقول له اه في كل اعلاناتي قلت له. فانت ايه رفعت عن نفسك الحظر القانوني ان انت بتلاقي بعد كده في حساباتك 10-20 مليون دولار وهتعمل بيها مشاريع ايه؟ وقفيه. اتفضل. اي طبعا يعني ما ينظر لها كادخار. لا بعد كده. لازم يفكر بمشروع مميز. وبعدين تعملها بعد كده جمعيه لوحدها او مؤسسه على الى اخره يعني. بس هو يبدا. بس انا بتكلم في حاله الحرب اللي هو اللي اقصد تكون دكتور عفوا تكون عنده خطه لهدف. بعدين بالنسبه للوقف. اما بالنسبه للاحتياط الاستراتيجي ساعه الحرب انا بقول لك ايه؟ عامل الاغاثه عاطفي. بس في وقت اتخاذ القرار لابد يكون متبلد علشان يبص المجتمع ده عامل بايه. واخد بالك؟
في جزء هيتصرف خلاص وجزء هيتحط في المكان ده. وده الاستراتيجية بقى، الاستراتيجية مش عشوائية. بس انا بقول لك الحتة دي تفضل ليبل خلاص ما تمسكهاش، افتحها بعد سنة بعد سنتين بعد خمس سنين بعد عشر سنين. ده استراتيجية. اما اللي احنا هنتصرف فيه ال 80% زائد ال 10% الأخيرة اللي هي بتاعت الأدفوكاسي والإعلام، لأن مفيش قضية بتضيع لو ما كانش وراها إعلام، عشان ده اللي بيجيب لك فلوس كل سنة. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا بقى هنحمي المؤسسة من خارج بإيه؟ مصدات الرياح، بالتكتلات، بالاتحادات، بالعلاقة مع الحكومات، كذا كذا كذا. اتفضل. بيختلف الوقف عن موضوع النسبة الإدارية. لا الوقف لا بنرجعه بالنسبة الإدارية. بس بدل بتجيب التأثير كل حاجة بتخلص. طيب تفضلوا. ازاي ده انا متمتع مش عارف انا دفعت التون عشان ايه فرحوني هم. تعالى فرحنا بقى بالايه بالرقم الكبير. وانا هبص البوصه دلوقتي بسرع بالمليارات. بس ده بص بص البوصه دي انت سامبل. الله يبارك فيك دكتور، الله يحفظك، جزاك الله خير انك اتحت لنا هذه الفرصه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما رجعت وسهل وإن بدأت عن الحزن فشئت سهل. أول شيء على حكم الله ما نحن على قلب الله عشان نبدأ من الله. طيب ودي يعني أتكلم أو شيء أعرفكم نفسي. أخوكم عبد الرحمن تركي، موظف في بيت الزكاة تقريبا 20 سنة في هذا المجال، المجال الإنساني أو الإغاثي، مسؤول عن العديد من الحملات الإغاثية من قبل الأزمة السورية وأيضاً من بداية الأزمة السورية إلى الآن. إحنا للأمانة صدفة شفنا الدكتور هاني في اللوبي هناك مع الدكتور هناك في اللوبي، فما كنا محضرين للحضور أو لكن قلنا فرصة جميلة نلتقي في إخواننا هني. الله يحفظكم. احنا نعمل طبعا بزكات في كل انحاء العالم، لكن من بدايه الازمه السوريه نحن مع اخواننا السوريين. هدفنا كان اصلا من هذه الزياره اولا راح نتكلم عن شقين بشكل سريع، شق بيت الزكاه وشق فريق انسان للتوثيق الميداني اللي راح نتكلم عنه رئيس الفريق سليمان حجمي. هدفنا اصلا من الزياره هذه، احنا كنا في من يعني امبارح امس ولا امس اول امس كنا مناطق الحدوديه الريحانيه غازنتاب والطاكيه كلس الامور، كنا داخلين لله الحمد اغاثه من 40 شاحنه كبيره دخلنا تقريبا 12,100 طن بالاضافه الى غرف عمليات غرف عنايه مركزه وايضا مواد شتويه لحاجه الوضع الان يعني. وهذه اغاثه عاجله بدايه يعني، عندنا حمله كبيره اسمها شتاء سوريا دفن وايواء، فهذه اول دفعه دخلت. ما هو هذا المشروع الاساسي؟ وانا بالذات الان كلمت الدكتور قلت له خلينا نتكلم الان، لان الدكتور هاني تكلم عن هذه النقطه تحديدا، هي المشاريع النوعيه. المشاريع النوعيه انا ابي اكلمكم من نظره المتبرع، ما ابي اكلمكم من اصحاب قضيه. انتم اصحاب قضيه عارفين كل واحد عارف قضيته وعارفين الهم والقضيه اللي انتم عايشينها. انا اكلمك الان كيف تعرف كيف قبول المتبرع لقضيتك؟ أنا ست سنوات أروح للمتبرع أقول له سوريا فيها حرب، سوريا فيها حرب يعطيني، سوريا فيها حرب يعطيني، سوريا فيها حرب يعطيني، سوريا فيها حرب، عايزين أكل يعطيني يعطيني. لمتى؟ إذا ما تعطيني مشروع نوعي جديد يفيد سوريا وأهل سوريا ما راح يدفع لي المتبرع. أنا أتكلم كتجارة الآن، أنا تاجر رايح أعرض بضاعتي على المتبرع. فكل سنة يقول لي كل سنة تجيني تقول لي أنا عايز بطانيات، ما أعطيني شيء جديد. حتى المتبرع يحول يروح افريقيا يروح جهه اخرى يروح اي مكان ثاني يحاول ينوع. طبيعه المتبرع هكذا، طبيعه التاجر يبي ينوع مشاريع. ابي ابني مسجد، ابي اغاثه، ابي اعمل بئر، اذا ما تقدم له شيء جديد. لان فلذلك كنا حريصين على التنويع، حريصين على المشاريع النوعيه، القرى يعني المشاريع السكنيه، المخابز، الامور هذه. حاليا احنا بصدد افتتاح قريب ان شاء الله خلال شهر ونص ان شاء الله ننتهي من هذا المشروع. انشانا لله الحمد يعني اول واكبر يعتبر مصنع لصناعه وتركيب الاطراف الصناعيه. نعم، وهذا اخر شارع فوزي باشا المبنى اشتريناه مقابل يعني
في الميدان الرئيسي اشتغل المبنى. كان الهدف في البداية تركيب 30 40 100 طرف، فاستخدمنا السوشيال ميديا، استخدمنا التسويق الإلكتروني، تفاعل الناس، ارتفع الهدف إلى استئجار مبنى في 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 إسطنبول. نحتاج إسطنبول للإمكانيات والمواد والشراء والمهادي، واستئجار مباني حدودية كمراكز علاجية، فزاد المبنى عن طريق أيضا السوشيال ميديا، عن طريق التسويق الإلكتروني الصحيح، التسويق الحديث، مخاطبة من يدفع دولار وليس من يدفع مليون، لأن من يدفع دولار هذا دائما مليون، لو اعتمد فقط على المليون لو مات أنا خسر خلاص الورثة وزع المبالغ، لكن لو وزعت استفدت من الدولار دولار دولار، لو دفع لي مليونين شخص دولار راح يعوضني عن اللي يدفع لي مليون بالسنة مرة واحدة. ارتفع الهدف فصعدنا بالمبلغ ما شاء الله، وأتركنا مبالغ ضخمة جدا للمتبرعين من جميع أنحاء العالم، ليس من الكويت فقط، من جميع أنحاء العالم، حتى متبرعين من السوريين نفسهم ساهم بهذا المشروع، المشروع نوعي. فحصلنا على المبلغ لشراء هذا المبنى واشترينا المبنى، زاد الهدف وعملنا أو ضمننا لله الحمد هذا فضل الله تشغيل 3 سنوات قادمة. وهذا الهدف، هذا الهدف الأساسي. إيش نقصد بالنوعي؟ ما عملنا تركيب أطراف اللي يمكن كلنا شفناها، تركيب الأطراف اللي التجميلية بس فقط أن يد موجودة، شكل يد لا تتحرك، لا كل الأطراف اللي تم تركيبها، طبعاً تم تركيبها لجزء أو شريحة معينة اللي نعم البداية كانت في التسويق عن طريقهم، وهم كلهم أطفال، وأخرجناهم بطريقة أنا للأسف ما كان محضرين، يعني أخرجناهم بطريقة بطولية، ادخلوا على هاشتاج بعدين أطراف من أجل أطفال، ادخلوا على شوفوا الفيديوهات، أخرجنا كل طفل كأنه بطل، ما أخرجناه يستبي أو يطلب طلب. أطراف من أجل أطفال. أطفال. شنو الشجرة بقى؟ لا هذه أحد ثمرات سوبر. أيوة. شكرا يا سيدي. شكرا لأول مليون. لا فعلا يعني المليون مو بيت بيت الزكاة، المليون بيتكم أنتم. أنت صاحب البضاعة، أنت المنتج للبضاعة. لما تقدم لما يجون جهات فتن يقدمون كل سنة إغاثة عادية عاجل عاجل مثل ما تقول دكتور هامي، أكل طعام. صدقني أنت تركني اليوم بكرة بنسى من وكلي، لكن لما أكبر بقول حق عيالي فلان ركب لي اليد هذه، فلان علمني، فلان علمني. طبعا أنا أتكلم عن جميع جوانب مميزة هذا أمر مهم، لكن أنا أتكلم تحديدا الآن عن مشروع الأطراف. لذلك ركبنا أطراف متطورة جدا، وهذه ما تركب في وضع الحروب، ما تركب عادة لأنها مكلفة، يعني ممكن يكلفني طرف لطفل أكثر من 10,000 دولار، لكن هذا الطفل عاش خلاص، هذه حياة بالنسبة لي، لأن لو ما ركبت طرف خلال 6 شهور إلى سنة خلاص يبدأ ضمور في العضل، ضمور في العظم، في خلاص ما راح يستخدم يده. لذلك ركبنا أطراف ذكية تتحرك ويمسك فيها ويشتغل فيها طبيعي، وهذا كان حل بالنسبة للأمانة، ما كانت الخطة هذا، لكن توفيق الله سبحان الله أعطانا هذا الدافع وتفاعل الناس مع المشروع اللي هو كان أطفال. أرسلنا لهذه الفيديوهات خلال رمضان فقط جمعنا أكثر من 4 مليون دولار، اللي هو شراء المصنع وشراء أو استئجار مركزين حدوديين في أوربا وريحانية. زرناهم الآن جينا منهم ومركزنا الرئيسي إن شاء الله، إحنا جايين أساس نتابع تعديل المبنى وترتيب بعض الأمور في من خلال هذه الزيارة. لذلك الأمر مثل ما تفضل، يعني تفضل دكتور هاني بيدكم وليس بيد الجهات الداعمة، الجهة الداعمة تنظر المشروع المميز، لا تجي تقدم لي طعام، لا تجي تقدم لي، أنتوا عارفين سوري مو ميتين من جوجو صح؟ في مشقات في بعض المواد، في مشقات أنا ما لكن أقصد إنه يعني في مشاريع أفضل. التعليم هذا مهم، التعليم الآن في جيل أمي ممكن يطلع إذا ما تعلموا 6 سنوات يا جماعة، إحنا سنتين الأزمات العادية سنتين نخاف من خروج جيل أمي، سنتين بس الآن 6 سنوات نكمل السادسة، في مصيبة، في خطة متعمدة لهذا العمل.
سامحوني هذا بخلي المشروع الديروب ناشكم عن طريق المشروع خلاص المشروع تنطلب الديروب ناشكم اي نعم نعم عن طريق بشكل واحد بالاتفاق مع الجهات او التعاون الشراكه مع الجهات عندنا شراكات كثيره طبعا مع الجهات السوريه ومحليه او خارجيه كلها تعمل في سوريا. المشروع اول ما فتحناه طبعا هو متطور. الجهاز اللي جايبينه هذه بعد اضافه ما ذكرت الجهاز اللي جايبينه غير موجود في تركيا جايبينه طلب وضع عمليه اسكان. عاده لما نجي ناخذ القياس اهم جزئيه في 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 طرف صناعي هي الاسكان. نعم نعم عارف اللي هو طريقه الوصل الوصله هذه القالب هذا القالب طبعا جبس عارفين طريقه طبيعيه هذه تستخدم. لا احنا جبنا جهاز سكان نمسك الجهاز فقط سكان 3D ونطبع القالب هذا الطباعه ان شاء الله بعملنا يعني بكره ان شاء الله تنتهي ان شاء الله المسؤوليه ان شاء الله كلنا ان شاء الله نروح دوله ثانيه بيكون يعني قلب المصنع هنا ولكن ساعد فيه كل مصنع عالمي ان شاء الله. في احد يتكلم كلمه ثانيه اي نعم لانه عندنا قلب الله الرحمن الرحيم. احنا اخوكم سليمان العجمي من الكويت حياكم الله يا اخي. عبد الرحمن سليمان العجمي علي عبد الرحمن مهندس يعني نفس القبيله بس مو قريبين جدا. اخوكم سليمان العجمي من الكويت مع ابو حامد ومجموعه من الشباب اسسنا فريق. اول شيء قبل تاسيس الفريق وجدنا شنو الحاجه اليوم العدسه تغير مسار قرارات الدول. صورة إيلان على الرغم من يعني هناك آلاف الإيلان اللي غرقوا ودمروا كذلك في تحت منازلهم يمكن ما حد درى عنهم لأن العدسة ما كانت موجودة. العدسة تغير قرارات تبني دول أحيانا تنهي دول صح. فمن هذا الباب انطلقنا أثر العدسة وأثر الصورة وأثر التوثيق للحدث. على طاري إيلان في إحصائية تقول خلال فقط عام 2016 من شهر يناير إلى شهر 10 ألف طفل كان غريق يعني بسبب اللجوء من سواء كان من سوريا من تركيا من غير من الدول. إذا العدسة ونقلك للحدث هذا أمر لابد منه وضروري. لذلك يعني نظرنا نظرة مثل ما تفضل الدكتور لابد أن تنظر من أعلى ما تكون تحت حتى تشوف المسار بشكل واضح. شفنا شنو حاجة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية الإنسانية شنو حاجتها مثل ما يمكن قال كذلك حامد. المال يتوفر يأتي تذهب إلى دول تذهب إلى التجار ممكن يعطون كذلك في موضوع الإغاثة في مواضيع كثيرة ولكن أنت تحتاج إلى توفير هذا العمل لك وللمستقبل. وجدنا أن هناك في شح كبير في موضوع التوثيق ونقل الصورة والوعي الإعلامي بالواقع الميداني الإغاثي الواقع الميداني التنموي الإنساني الأيتام. لذلك أسسنا فريق اسميناه فريق إنسان الأعمال الوثائقية. هو فريق ينتج ثلاثة أمور: التوثيق المرئي عبارة عن الصورة التابعة الفوتوغرافية يعني يمكن كذلك ما تخصص فيها أبو حامد وكذلك ماجد الزعابي وكذلك الصورة المتحركة الفيديو المقاطع اللي تشوفونها يمكن في أطراف من أجل الأطفال كانت إنتاج الفريق. وكذلك هناك الدورات التطويرية في المجال الإعلامي التوثيقي الميداني ولله الحمد يمكن قدمنا أكثر من يعني 10 دورات لأكثر من 70 منظمة سورية خلال السنتين الماضيتين. فانطلقنا بهذا المسار في مجال التوثيق الإعلامي. كانت لنا شراكتين صراحة جدا متميزين مع أحد الثمار اللي كانت نتيجة مبادرات دكتور هاني بنا مع سابق ريليف في الصين. حرصنا أن نأخذ مشاريع متميزة في التوثيق وفي التسويق. فذهبنا إلى كهوف في وسط الصين في مقاطعة كانسو فوجدنا هنا لا كان مع فريق سامك ريليف في الصين. فذهبنا هناك داود ونوحي رصدنا الواقع قدمت لنا الدراسة تم عرضها على بيت الزكاة. وجدنا أن هناك تقريبا 200 بيت 200 أسر تعيش في داخل الكهوف من الستينات والسبعينات
من القرن الماضي يعيشون في حاله. اذا دخلت ان شاء الله راح ارسل لكم يمكن كذلك اللينك. زرتهم في 2001. زرت ممتاز في 2001 يعني كان هناك اساس ان نبين ممتاز انا قالها الدكتور. كان هناك في صعوبه في تحويلهم من هذه الكهوف الى منازل. في عام 2014 تلاقينا مع مدير مكتب السامك ريليف في الكويت وعرض الموضوع. انتقلنا الى هناك في الصين، نقلنا عبر الصوره فقط من خلال سناب شات ومن خلال انستغرام. لله الحمد خلال 4 أشهر تم الحصول على تبرع ل 150 بيت بتكلفة تقريبا 400,000 دينار، يعني تتكلم عن مليون وربع دولار. بالله الحمد يمكن لنا زياره خلال اشهر. هني البنا بقى ما ياخذها راح نعطيك كفايه كفينا نقدم على افلام كفينا كفينا دكتور عفوا دكتور تعال من اهل لذلك العدسه والصوره تغير وتاتي لك ترى بالمتبرع، يعني تاتيك بتخليه هو ياتي من ورائك ويلهث من خلفك يقول لك خذ هذا التبرع. وشفناها كثير كثير جدا الناس تأتيك تريد أن تبحث عن هذا، تضع لها بصمة، تريد أن تضع كذلك أحيانا اسمها اسم أبوها اسم أحد أقاربها على هذا الكهف، نقلهم من كهف إلى بيت. أبو عمر ما توضح إن إحنا وقفنا يعني الكهوف عشان نخلص اللي خلينا إحنا اللي منعنا المتبرع قلنا لا إحنا موقفين استنى خلنا نخلص 150 أسرة مشان عندك حسين لا نخلص 150 بس نطلع منهم بس نسكتهم بعدين لأن هناك يوقفون من شهر تقريباً 11 إلى شهر 3 بسبب الثلوج. إحنا العام الماضي كنا موجودين وكنا طائرين على طيران أحد الطيران الدولي المرموق، وصلنا إلى تشندو المفترض أن هذه محطة ترانزيت، كانت درجة الحرارة 23 تحت الصفر. الله وضاعت جنابة. شنو ضاع؟ كنا نازلين فقط بالبلوزة الطريقة، والله العظيم إن كانت أطرافنا زرق يعني من كثر البرد. احنا اول مره نلبس دسين يعني دس اثنين فوق بعض واحد ما يكفي دس الكفوف فالعدسه وتغييرها والصوره مثل ما قلنا تغير دول تاتي لك المتبرع كذلك تتحقق يعني تنهض بهذه الشجره وتغرسها وتكون عارفه الظلال. هذا مشروع. المشروع الثاني واللي نجد كذلك كلكم مسلمين فيه اللي هو مشروع الاطراف الصناعيه. مثل ما التطور اللي قاله ابو حامد لا الحمد يعني هذا بالضبط كانت الرؤيه كان مؤثر بالنسبه لنا. مش الطفل تكون يعني اطراف العلويه مبتوره او اطراف السفليه كذلك مبتوره، قلنا خلونا نشوف الواقع نرصد الواقع. راسلنا لا يشج كونها الجهه المعتمده في بيت الزكاه ان شاء الله كل يكون كذلك معتمد في بيت الزكاه لاحقا. عطاء معتمدين منو؟ عطاء عطاء ممتاز. فكان الهدف حالات، بعد ذلك انتقلت الى حالات كثيره، بعد ذلك صار مبنى. الرؤيه اللي امس كنا نتكلم فيها مع الدكتور الا وان يكون هذا المركز اللي على بعد تقريبا 9 كيلومتر من هذا المبنى المبارك انه يكون مركز عالمي لضحايا الحروب، ليس فقط في الازمه السوريه وانما للعراق لافغانستان لبورما الليبيين هم موجودين ليبيين عم يتعالجوا ليبيين ممكن يكون يمنيين في المستقبل. ميزه الجهاز انه 3D تاخذ وممكن تصنع ويرسل الى صاحب الطرف او خلينا نقول المريض ويركب ويؤهل بعد ذلك. يعني هذا كان المشروع الثاني لفريق انسان للاعمال الوثائقيه. اعتقد ان الصوره والعدسه تغير ليس فقط حياتك، تغير حياه الاخرين. يعني هلا المصنع انتم يعني انتم بتاخذوا صوره للطرف وانتم المصنع هون كمان هذا المصنع المصنع في نهايه معناته هذا الى الابد الى الابد يعني ان شاء الله ان شاء الله. ليس ليس بس الازمه السوريه نتكلم على انه ليس فقط حتى الازمه السوريه او من هو محتاج الى طرف. احنا كنا نتكلم انه يكون كذلك لاتفاقيه مع وزاره الصحه التركيه للاتراك انه ممكن يعالجون طبعا بمقابل ترعاهم وزارة الصحة وتقول ولكن تستخدم الجهاز. الجهاز غير موجود في تركيا كلها. نتعامل مع شركة أوتوبوك العالمية في موضوع تصنيع الأطراف، أطراف ذكية تتكلم على سنسر متعلق بالحركة مالت العضلات هنا. إذا عمل هيك تصير حركة البسط بهذه الطريقة تكون يعني عملية القبض. هذا بشكل سريع.
عرفتونا اياه كانجازاتكم معروفه وهذا انجاز الاطراف كمان نوعي يعني. الحين احنا كاتحاد من اول نشاتنا نحاول نركز على المنظمات النوعيه يعني تلاقي مثلا في 30 40 50 منظمه اغاثيه بس في نحتاج الى منظمات تحتاج الى هدف نوعي مثل الاطراف اللي عم تكلم عنها. نحن حوالي سنتين عملنا لوجو وعملنا منظمه اسسناها ورخصناها اولا الى دعم طبعا وسميناها جراح وكان الفكره انه ليس فقط تركيب اطراف احتاج الى دمجه في المجتمع وتربيته وتعليمه مهني لانه هذا كان في يوم من الايام يعمل وبعيد يحتاج الى عمل جديد يحتاج الى عمل ذهني ربما تاهيله ودمجه في المجتمع اضافه لربما هذا يكمل مشروع فنحتاج الى مشروع مكمل. انا ادعوكم وادعو اخواني جميعا انه نحتاج الى مشروع ربما كعمل تشاركي تشجيع منكم على العمل الجماعي والتشاركي انه ربما نحن كمجموعه نقدم لكم مشروع تنموي جميل مجموعه ونقدم لكم اياه بالتشارك ونقدم لكم اياه ان شاء الله كمجموعه منظمه ونتمنى ان يكون يلاقي عندكم القبول وان شاء الله التمويل للجميع مشان نشجع ما كل واحد يروح يقول انا والله بدي اخذ كرتك يروح معك يقول بالعكس ما عم شكروتهم في عندي انا مشروع ممكن يمشي مع مشروع يعني ممكن نعرض الموضوع هلا انتم مشيتوا بموضوع الاطراف الصناعيه نحن تخصصنا بالعينيه عندنا العيون الزجاجيه كمان والنظرين الحرب نفس المبدا يعني فهل في مجال المشاركه معكم مؤسس بصر مؤسس بصر تخصص في العيون لا ما في مشكله يعني هذه امور ما فيها اي مشكله طبعا اختصاص الاطراف هذا خلاص اختصاص اوكي وهذا يعني نفس المنفذ بالعكس انا هذا انا بس عايز حاجه بالنسبه للمشروع دخل دقائق بلاش بالنسبه للحاجه بتاعت الميديا دقائق مبذله اي مشروع جديد تدفعوا عليه وبعتوه عن طريق الاتحاد يعني هو ممكن يتبع وممكن انا مش مختلف معاك يعني بعد كده الامر ده تبقوا مع بعض على العيون لأن هذا منفصل بالكامل منفصل الأطراف أنت تقصد مشروع صحي بما أن هذا مشروع صدي ممكن يدخل معه ممكن يقدم هذا المشروع مقبول هي بروتيز واحدة يعني كل العموم هي بروتيز ممكن يقبل وسهل أنا هذا أقول قدم أي مشروع أو احتاجت الجهة إلى تسويق نقوم بالتسويق هذا يمكن كجناحين مكملين للمشروع طبعا بعد الكلام الحلو ده أنا حقول إيه لا أنا حقول كلمة حاضر هم الأخوة يعني قدمونا رسالة بعد ذلك بس جزاك الله خير أوصلتوا لنا رسالة رائعة جزاك الله خير وهذا مشروع مميز بخصوص موضوع المشاريع المتميزة في نحن عندنا مشكلة معاني فيها بالنسبة للجمعيات الخليجية الداعمة الخاصة بالكبيرة وأنه هذه الجهات هي فقط تعمل مع بعض الجمعيات فقط إن شاء الله تقدم له 50 مشروع متميز ما بنظروا انظروا لها الجهة هذا ما حدث معنا فعلا في مؤتمر الأيتام في مؤتمر الأيتام قدمت كانت حاضر أغلب الجمعيات الكويتية تمام قدمت مشاريع متميزة وتعهدوا بكفالة 10,000 يتيم ثم اكتشفنا بعد 5-6 أشهر لا درسوا مشروع ولا أعطونا حتى نتيجة فيه ثم كفالة الأيتام تمت من قبل الجمعيات المتعاونة معهم فقط يعني جمعيات اشتغلت وتعبت وقدمت مشاريع وحضرت مؤتمر لم ينظر إليها أبدا هذا بحاجة إلى رسالة أن توصلوها بالنسبة حق اللي تفضل فيه ولله صار عندنا إحباط أمانك إحباط على هذا السؤال وأمور رجل راجل توضيح وأنت مرتبط كذلك بالسياسة الحكومية إيه أنا كنت قاعد أروح أنا في الغالب ما أدري شنو ظروف الجمعيات أو من الجمعيات وما عرض عليها بس في الغالب ك
كل الجمعيات تتكلم عن الكويت ها؟ لا لا مش أي جمع أي بلد. أوكي أوكي بشكل عام الآن في سياسات جديدة الآن ما تستطيع جهة في الكويت أن تتبرع لجهة خارجية ما لم تكون معتمدة في وزارة الخارجية وهناك في فور لذلك دينار أو أي عملة ما ممكن تطلع من الكويت أو من أي دولة إلا من خلال هذا الاعتماد ولا راح يكون نفس اللي تفضل فيه إنه راح تأتي الجهة أو الجمعية فهي قبل ثلاثة أشهر تمحل إحدى الجمعيات في الكويت طيب بسبب يعني في تقديرنا أنا ليس بحديث جنود المخالفة الكبيرة ولكن هناك إجراء يعني أعتقد كل الجهات تراعي مثل القضايا هناك اعتماد في إجراءات معينة إذا تم أنا متأكد إذا تم اعتمادها أو اتباعها بالنسبة حق أي جمعية ما راح يكون فيها أنا أخونا بيقول لكم قول لكم قدموا طلب للسفارة هنا ولا وزارة الخارجية قدمنا يعني من خلال الويب سايت الوزارة الخارجية إن شاء الله هذا بشكل ربنا يكرمكم جزاكم الله خير الله يحفظكم جزاكم الله خير ربنا يكرمكم شكرا يا محمد وصلهم تحت وشوفوا اللي يفضل منهم نرجع بقى كنت بقول ايه قبل كده بس شوف يعني الزياره بس نرجع بقى عشان نشوف ازاي الامر بيكون عليه صبر يعني انا هو ذكر الصين لما زرت الصين زرتها في أغسطس 2001 وده كان من توفيق رباني إن إحنا ما رحناش بعد سبتمبر كنت مصطفى عثمان وأنا رايحين مع بعض هناك وزرنا الكهوف دي ومازال الصور دي عندي في الصور بتاعتي الشخصية حفرين الغرف النوم وغرف الطعام والمطابخ في الكهوف لم يكن لديهم عفش يعني أساس بس السرير كان جزء من الكهف كل ما هو على السرير اللي هي ملاقة وأنا ذهبت والمقدمة بتاعت البيت اللي هو السماء حتى مفتوحة كده وخلاص فتخيل في المناطق دي في الشتاء تكون تحت 20 و30 درجة مئوية فشوف بعد من 2001 تحقق الحلم سنة كام؟ 14 سنة وبعد حتى مش يقولوا ياي كان مفروض يتحقق وانت رئيس المؤسسة يتحقق على ايه؟ ناس اخرين كان احنا عن ايه قبل كده؟ مش مهم ان انت تشوف النتيجة بس مهم ان انت تزرع البذرة تطبيق عملي انا ما كنتش مرتب معهم اي حاجة وبعدين نشوف قدر الله سبحانه وتعالى ان احنا فينا ناس داخل كده وهم اللي جم يسلموا علينا احنا امبارح في الاوتيل ولما رحنا احنا بنلف عشان نجيب الفطار امبارح كان كل المحلات قافله فتاخرنا التاخير ده ربنا قدره عشان يجوا هم النهارده يعني كنا رحنا قبلها بخمس دقايق ولا بعدها بخمس دقايق ما كانش ايه كناش نعرف هم شافوا صلعتي كده عجبتهم قالوا هدولنا من ده طلعنا بتخرع بشوف قد ايه بعد 14 سنة بدأ يتحقق الحلم والعمل الاجتماعي او الانساني او الخيري لابد ان نصبر عليه ما هوش وجبة كده هناخدها ولا انت بتبني واللي يبني لابد ان ينحني لكي يعلو البناء والانحناء لعلو البناء هو التنازل عن جزء من الشخصية الاعتبارية لك شخصيا والمؤسسة شخصيا لابد 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 كلما انحنيت كلما اعتلى او ايه كلما علو كلما علا البناء ومن تواضع لله رفع وكلما زاد عمق الاساس كلما زاد ارتفاع البناء ده هو نص متر تيجي قطه كده تضربه كتف يقوم واقع لكن ده هو نازل 50 متر لا قطه ولا ديب ولا ديناصور كل ما يشيلوه هيطلع تاني الشجره دي اكثر حاجه كانت بتعجبني لما انضف الجنينه الجذور لا تستطيع أن تغالب الجذر
لا تستطيع، والجذر يتكيف مع حياته فيلتف بعض جذور النباتات اللي هي انت مش محتاجها حول الاشجار المثمره. لو تيجي تقطعها تقطع الشجره المثمره. شوف قد ايه الجذر بيفهم. الجذر بقى يفهم، بس الانسان كيف يفهم؟ ها؟ خد بالك؟ فما تبص هو كنت بقعد كده ايه؟ في الجنه بتاع 7-8 ساعات قبل ما الظهر ما يحصل له اللي حصل له، واشيل والسنه اللي بعدها يطلع. طب جبتوه بتجيبوه منين انت؟ السنه اللي بعدها يطلع. كل ما فلذلك الجذر ده مهم جدا عشان تثبيت العمل وابعاده عن هذه السموم. خلاص انا بس حقيقه هقول اسماء الاربع وهنفتح نقاش بعد كده. لسه تجاوز عندك دي؟ وانتوا بقى افتحوا، يعني مش عايز انا مش عايز اتكلم كتير. رسمت لكم شجره وعملت لكم عماره وقلت لكم ضيوف، خلاص بقى اتكلموا انتوا بقى. ده في صعوبات اداريه انت كلكم طبعا عارفينها. موجوده هنا بعد كده الحلول اللي موجوده كان اخونا طارق يتكلم عليها بعدها. اخونا طارق يتكلم عليها واخد على بالك. فلكن انا هخليكم انتوا تطلعوا الصعوبات وتجارب الاستقرار بتاعتكم اللي انتوا نجحتوا فيها عشان نتعلم من بعضنا. العمليه مش عمليه واحد بيدي والتاني بيتلقى، لا كلنا نتكلم وكلنا نتلقى، كلنا نعلم ونتعلم. انا جاي هنا عشان اتعلم مش كده يا حماده؟ صح ايه اللي بالصح. صعوبات ثانيه طبعا انتوا حافظينها تمام. حلول اتكلمنا فيها برضه. صعوبات ماليه تمام. انا مش هخش اسهاب لان انتوا الحاجات دي ايه عندنا بقى. كل واحد عنده سؤال او 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 مثل او شيء نتكلم فيه احسن عشان نتكلم اكثر. الحلول هو حلو بس شويه. ما احنا ممكن نبعثها لكم ابعثها لكم بالايميل يا محمد. يعني ما فيش هنا كوبي رايت. You have the right to take the right of my copy. Because I'm a copy. انا كوبي. ده الدكتور كوبي ده. هركز عليك كده. المعوقات البشريه طبعا دي اهم معوق عندنا. بعد كده الحلول. بعدين لابد نعمل توازن ما بين ده وده. احنا دايما بنغفله. عندنا قرار سريع. في اخر رسم انت عايز ارسمه عشان نوازن فيه وبعدين الساعه كام بدات يا دكتور؟ الساعه 12 12 كده. طب انا ثلاث دقائق او خمس دقائق اطراف من اجل ايه؟ فين بتاع ده؟ هرسم رسمتين دي اسمها ايه؟ دي عجلة صح؟ وهنا دي عجلة عجلتين. في عجلة في عجلة واحدة تشبه يعني معاك تشبه صح. ودي اللي ايه اللي تشبه العجلة برضه بقى ايه بعجلة واحدة صح؟ دي المؤسسة بتاعتنا. هنا الهيكل وهنا الروح. ايه هو روح المؤسسة؟ الكادر الروح كله تفكير استراتيجية. ايه تاني؟ الرؤية الرؤية. ما ينفعش في مؤسسة الأخلاقيات اللي كان بيتكلم عنها طارق الصبحية، القيم اللي بيتكلم عنها، القدوة اللي موجودة في المؤسسة. ها أنت عندك كل مؤسسة موجودة مجموعة من الأشخاص كده تمثل.
لابد في المؤسسة يا شباب يكون العجلتين زي بعض عشان نقدر نمشي. احنا شوف هنا ده مين ده؟ شخص. ده انا بمثله زي ما ربنا خلق آدم عليه السلام. خلقه جميل. جسمه جميل وكذا وكذا ولما ابليس شافه يعني اندهش بجماله. كان قبل ما تدب فيه الروح كان عامل ايه سيدنا آدم؟ جسد. اي عشان خدت بالك اي لاف يو. قلنا اخونا طارق كان بيكلم سبحانه عشان يجي يلف التيتانيك ديناصور كبيرة ما سقط. فبدون الروح بتاعت المؤسسة كان جسد آدم عليه السلام لا حياة فيه وخلاص ميت أو مجرد شيء على الأرض. فلا بد نوازن في أي جمعية ما بين روح المؤسسة. تعال أنت جنب كده. ده بيروح المؤسسة الساعة 6 الصبح بيسلم على كل الناس. مش هم دي المؤسسة؟ لا ده أحد موظفين عاديين. والله ما بمشي قبل العشرة أنا بعرفه. رمضت بداية وسلمت. هات حد بيطلع. أنت لا أنت تودي بداية. هو إيش مش عارف. المهم فالروح بتيجي إزاي؟ الروح عمرها ما بتيجي بالفلوس والمرتبات. الروح بتيجي كيف نحترم الناس وكيف نقدر الناس وكيف ندع الناس في مواضعهم. ها وكيف ننحنى مثلا ايه لما تكون انت عندك واحده كده من البنات شغاله. طبعا انا شايف ان انا في نسوان يعني ما كتير قوي على الجندر وايز اشوف. لو سمحت يا اختي انت بعد شويه. ايوه انت كده عادي يا اختي كده. لما تلاقي اخت شغاله عندك وكده جايه مكشره الصبحيه او شاب جاي مهموم ما بيتكلمش ويكون مثلا صغير لابد تخش عليه تقول له ايه مالك يا مالك كده زي ابنك بالظبط زي بنتك بالظبط. دي روح دي روح. اما المدير يطلع يلف على الاقسام بتاعته نص ساعه بيقعد على مكتبه صباح الخير صباح الخير صباح كلمه صباح الخير دي روح. خدت بالك كلمه صباح دي بتحمل مؤسسه وبتثبت المؤسسه وبتخلي الناس. انا كان عندنا في الاغاث زمان ناس في امريكا كنا نديهم 20,000 دولار واقل في السنة في السنة في السنة. كان ساعات يكون حد 1,000 دولار في الشهر لناس ده مش 20 مزرعة. ربنا وكان يتعرض عليهم مبالغ 4 مرات كده ويرفضوا يروحوا لأن حس إن هو وجد ذاته في المؤسسة. المؤسسة احترمته قدرته قال إن هو الإيه؟ المسؤول. كانوا الشابين دول كان عندهم كم سنة على لما راح 20 و22 سنة. تخيل بقى واحد لسه متخرج من الجامعة امبارح قلت لك كان متخرج من الجامعة أول امبارح سنهم هما الاثنين على بعض ما يجيش 45 سنة. ها فالروح بتيجي من ايه؟ كيف لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مش الأخلاق بس the best of manner أحسن الأخلاق يعني تنمية الولاء للمؤسسة. لا 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 مش كده. انت عايز الناس تحب المؤسسة؟ أيوة. لازم يحبوك انت مش انت مدير تخش كده تشخط وتعمل بتاع ده كده هيخاف منك. واول ما تيجي وظيفة ب5 جنيه زيادة في الشهر ولا في الاسبوع قال لك جزاكم الله خير عندي ظرف عائلي. في ناس لو انت فتح لهم صدرك وكذا وكذا مش معنى كده انك تصرف فلوس. لا مش تصرف فلوس اصرف اهتمام اصرف تقدير. ده بيحمي المؤسسة. خلي بالك في مؤسسة من المؤسسات اتغير مجلس إدارتها كله دلوقتي في بريطانيا بأمر من الحكومة إن الموظفين اشتكوه. طب أنا قاعدين بقى 20-30 سنة وفي نفس الوقت عملوا تجاوزات جت الشكوى منين؟ اديني فلوس أنت كده مش عايز فلوس بس أنت مخرب للمؤسسة مخرب. اقعد اغطي عليك كل شويه. لا ده مش ده ملعان ملعان ملعان. ده ملكك ولا ملك ولا ملك ولا ملك اي حد فينا. ده ملك الفقير. ده احنا بنقول مصاريف اداريه 5% ولا 7% ولا 10%. تلاقي واحد عام خد قرار ضيع لك مثلا نص مليون دولار وبيحسب
وعشان المحسوبيه والصداقه وحاجه من طنش حق فلان ولا الشيخ فلان ولا كذا ولا كذا ما ينفعش ابدا ابدا مش فلوسنا ها انا بس كده وقفت عشان ده ايه الروح دي جزء من ايه جزء من ايه من بناء المؤسسه من الداخل لو المؤسسه لو الانسان جسمه ما فيهوش مناعه يموت من حب البلد اغلب المرضى اللي انا شفتهم كبار في السن ايام كنت طبيب كانوا بياخدوا برد وهم كبار كده ما نحاهمش مفيش مناعه فالمناعه بتجي لك من دول اللي هم الشباب بتوع اخرهم بيقفوا كده مترسين انا اعرف المعالج الدمويه كان بياخدها الشباب في كل حته في العالم ساعه اللي هو 2001 في انجلترا في فرنسا في امريكا في كل حته واقفين زي بيدافعوا عن بناء المجتمع بناء شخصي انت متربي الشخصيه عندك داخل المؤسسه بتقف هي تقوي البناء المؤسسه نفسها تبقى الشجره من الداخل لابد تكون الشجره من الداخل ترفض المرض فلا يدخلها المرض خلاص انا كده وقفت وانتوا بقى نص ساعه الفتره دي او 40 دقيقه ليكم ان شاء الله وانا مستعد ان شاء الله تفضل على فرض انه الروح موجوده الامكانيات موجوده الماليه الاداريه ظروف العمل كامله الروح موجوده تسهيلات للموظفين موجوده بتكلم عن تجربتي من سنتين مع المنظمات السعوديه بنتكلم عن المنظمات السعوديه ترى هذا الموظف او الموظفه والانجاز ليس بمستوى المطلوب. يعني 90% من الموظفين في المؤسسات 10% لعندهم الروح 10% لعندهم يحملوا هم وطني عام والباقي فقط من اجل الوظيفه والوظيفه. ويعني يقول لك انا زي الاي ان جي اوز بدي اجي الساعه روح خمسه هذا حكي كلام سليم جدا. وفي اقسام اتش ار وفي مين وفي بريزنج وكل شيء مترابط. لكن في هناك خلل بقصة إنه أنا بحمل قضية وطن، بحمل قضية إنسانية، بحمل قضية ما هي الحلول المقترحة لتنمية هذا الموضوع. ذكر الله ربنا سبحانه وتعالى خلق من البشر عشرات البلايين لغاية دلوقتي، صح؟ مش عارفين احنا كم بليون لغاية دلوقتي من البشر. 7.5 أنا 7.5 بس من ساعة الخليقة إلى الآن. من أيام نوح عليه السلام وكم رسول ربنا أرسل؟ كثير بس بالبلايين؟ لا مع ان كل قوم في رسول واحد خلاص فلذلك الامر ده طبيعي لا تحبط منه لان في راحله بألف راحله وفي راحله بلا راحله في راحله راحله في راحله مش راحله انت عاجبك القصه بتاعتي؟ فبالتالي انت ما تحبطش انت الناس بتوع 9 لـ5 دول اديهم 9 لـ5 جمع قدهم لان هم هيتاثروا ازاي؟ هيتاثروا بيك انت. انت الوحيد اللي ممكن تغير شخصيتهم باكرامهم. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كذا، صباح كذا. انا كان بيخشوا عليا بنات يشتكوا لي عايزين يتجوزوا. وصل لمرحله ان البنت مش قادره تكلم ابوها، تكلم انا. يبقى الباب المقفول بينك وبين الجمعيه دي الموظفين دي تفتحه. من الاداره الابويه. فده لازم، ده مش كده، ده اداره عليا. جزء من الاداره الابويه. فده حاجه من الحاجات انت هتلاقي ان مجرد ما تقعد معاها او تقعد معاه كده الربع ساعه دي ولا تلت ساعه ها؟ ولا تنزل انت مثلا تشرب كوبايه شاي مع الراجل اللي بينظف الارض في الحمام وبتاع ده ولا تكلمه وازيك يا عم محمد وازيك يا عم حسن وكذا كده. دي بتحول الشخص ده من مجرد أداة تدب في الروح اللي احنا اتكلمنا فيها دي. هذا موجود كله. ومع ذلك مفيش نتيجة اسمها 100% في الدنيا. مفيش أبدا حاجة اسمها 100%. جيل الصحابة مش اختلف وأخطأ وتعارك مع بعضه وكذا وقتل بعضه وتابعين وهكذا. فبالتالي أنت بتحاول تقلل الهلاك في الجسم بتاع المؤسسة. بيك انت نمره واحد. وقالك فذلك بيقول لك جيل المؤسس اللي كان بيتكلم عن المؤسس امبارح انت بيقول لك الكلمتين اللي انت قلتهم امبارح دول كده. المؤسسات طبعا احنا لما بتكبر
بتطرف عن ده روح المؤسس العمل. فمهم جدا انه مع الاداره القويه والهيكله القويه لازم تكون روح المؤسس موجود، مش روح المؤسس كشخص بس ما خلاص، ولكن روحه ما زال موجوده. اللي هي بقى الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عنه اعتدام هم ما من اجل ماذا، فدي ده دور الاداره العليا كمان، الحفاظ على روح المؤسس ممكن يضغط على الموضوع، لأن الموضوع هام بصراحة هو موجود يعني ضمن الساعة. أنا عجلة فيه الموضوع الروح هذا اللي كان فيه هو الحل. ولكن تجد أغلب المؤسسات السورية عندما تبدأ العمل الإداري بيصير تركيز فقط على تحسين المشاريع وكذا. الإدارة العليا أو المجلس الأمناء ما في عنده برامج أصلاً معنوية. أيوة. ما مش موجودة أصلاً، لا محاضرات موجودة، لا كذا، لا اديني راسك، لا لا أنا أمرك بشهور يمكن بتنطق هو اديني راسك انت مالك انت انا عامل مقطع يا عم مرد مظبوط. لذلك انا هنا وحطيتها ازاي، قلت لابد يكون في فكر المؤلفات ما تبقى في تحديات بحصله، لابد تضعف هيكل المؤسسة في هيكل مش مجرد محاضرة، لا أنا عايز أعمل إدارة للروح. في حاجة اسمها الـ human resources، وفي حاجة اسمها أن أنا عايز أعمل investment، أستثمر في الـ human resources، وأفصل الاثنين عن بعض. لماذا؟ يعني الـ development اللي بتتكلم عنه تنمية الشخصية العاملة في المؤسسة تخرج عن الإدارة اللي هي اللي كنا نسميها زمان القسم اسمه إيه؟ قسم الإدارة أو اسمه الموظفين. شو العمليين؟ شو العمليين دي؟ يعني قوانين وتتبعك، تخش لها بمشكلة وتخرج منها بمشكلة. هم بقى مركبين الاثنين على بعض. خلي اللي بيذبح ده هو اللي بيفعل، ما ينفعش. أنت عندك في المؤسسة ودي أنا كتبتها في حاجة بس مش فاكر كتبت اسمها إيه يعني. إن يكون في اللي هو شؤون العمليين دي بعدها تحول ثاني. انا مش هتبع، انا هتم نوعك ال اسمها ايه، المصادر البشرية، موارد. في حاجة شؤون العاملين، ثقافة شؤون العاملين، دي القوانين، الحاجات دي كلها، العقوبة، والثانية إيه؟ التنمية والتفعيل والتوكمين، التمكين والاستثمار. اللي تعمل له برنامج تاني، أنت بتقول ما فيش مجرد محاضرة، لا ده تعمل برنامج، تعمل إدارة ليه؟ إحنا ما عندناش، إحنا كل إحنا عاملين الإدارة دي، إدارة واحدة. احنا هنعمل حبه دورات كده. العقليه اللي بتدير هي عقليه زي ما تقول رقابيه، عقليه تنظيميه، عقليه عقابيه، بالك. لكن انت عايز اعمل ادارتين، ودي لوحدها ودي لوحدها، لان دي هتبقى زي ايه، دي هتبقى زي الروح اللي ماشيه في كل خليه من خلايا اعضاء الجسد المؤسسي، وتعمل لها ميزانيه وهكذا عشان تحافظ على التوازن ما بين العجلتين اللي انت عملتهم عشان تمشي بهم بالعجل. بس كان في قرار عندنا في الاتحاد بين اعضاء لازم نعمل رحله في السنه، ومضت السنه ولم يعني ما ضبطت الرحله معانا، بس رحله عائليه كمان مع العوائل عشان البنت اللي عايزه تتجوز نجوزها، اللي عايز يخطبها. رحنا رحلة عائلية ولكن كان بس مبدع صلعتك تدل على انك بتوع على الدور الثالث. الله يكشفك، الله يكشفك. كنت وانت صلعتك طبعا زمان حصلت؟ يا مشاكل شفته ازاي؟ كلام بيطلع. اتفضل. انا هي فكرة ان احنا اجبرنا نفسنا وقلنا انه لازم يجب، ومع ذلك في ناس قصروا المطر. مش مهم بس اطلع، مش مهم اطلع بس خلاص. تفضل يا شباب، اسئله. انتماء للمؤسسه.
عشان يمشي هذا الانتماء للفلسفه. بيساوي موضوع يعني الكلام ده احنا الحاجه الاساسيه من كما ان احنا اسم المحاضره ايه؟ انت حاطط اللي احنا بنتكلم فيه الصبح تخيل مش عارف اقول ايه بس بتكلم اللي هي استقرار المؤسسه الاستقرار يعني مثلا في بيتنا احنا لو كان الاب كل يوم بيتخانق مع الام ايه معناه هيكتئبوا او هيشردوا ده بيحصل كده الاستقرار مع كده ده كل الناس افراد الاسره نفسها قاعدين مع بعض ومتكافلين مع بعض في حل اي مشكله من المشاكل اتفضل يعني بخصوص الاستقرار روح المؤسس ليها اليات اللي هي نعم من آلياتها اللي هي الطبيعي غير الطبيعي ان التأسيس فيه هدف معين كلما اقترب كلما هبطت العزيمة وهمة من مهم الإدارة بإدارة اللي هي استحداث أهداف يعني بشكل مستمر ليس أهداف أما من ناحية التنمية فهي خطة تطوير إدارية بالكامل يلزم الاحتفاظ بالعاملين عدم التغيير المستمر يبني على ما محتوى إلا إذا كان العامل نفسه قابلته للتطوير نفسها ضعيفة فهذه من الامور اللي تساعد على التنميه الروحيه. جزاك الله تفضل. الله يوفقكم يا رب يجزيكم الخير جميعا. شايف طيب زادت معناها القوه. نحن سيدي عندنا تجربه فريق امانه التطوع للخدمات النفسيه والاجتماعيه. كل عملنا تطوع. نحن عددنا اصبح الان 160 متطوع. بسم الله ما شاء الله. بدون اي راتب من راس الفريق الى اخره. كويس. الفكرة ان احنا صار عمرنا سنة بفضل الله في يعني انجازات متواضعة نوعا ما ولكن كثير من رؤساء الجمعيات والمؤسسات يقولوا لنا شلون انتم ما عندكم مصاريف ادارية شلون حسنانين تجمعوا هالعدد هذا من غير اي رواتب بالعكس المتطوعين بيدفعوا من جيوب حتى بدل مواصلات ما عندهم ولا بدل تطوع فالفكرة باختصار الروح عالية جدا يعني حتى على حساب الإدارة أحيانا يعني نهتم بالعلاقات نهتم بالروح المعنوية للمتطوعين أضعاف أضعاف ما نفعل ذلك بالإدارة حتى ليش الواحد بينقل بيته ونروح ننقل معه واحد يعمل عرسه ونعمل معه واحد بيشتغل بنلاقي له شغل إلى آخره فعملنا مثل مجتمع صغير عوائل بعض بنعرفهم قبل الشغل قبل حتى بمكالماتنا قبل العمل أنت طمني عن جامعتك أنت طمني عن عملك أنت طمني عن فهذا الكلام فعلا بيخلي كتلة الموظفين قوية جدا. كويس. أنت بقى هديك دلوقتي إنك تؤطر هذا وتضعه كتابة. أنا بتحداك دلوقتي. أنا بتحداك. خلاص. أنت بشوف أنت خفت إزاي؟ لا لازم أتحداك، أنت الكلام ده جميل جدا. أنت مش كنت بتقول إمبارح كلام أنت كنت بتقول أنت أبو عبد الرحمن فين عبد الرحمن نحاس؟ انت عبد الرحمن وسيد الزناري بتقول امبارح اكتب اكتب وارخ لان احنا حاجه من التحديات الكبيره عندنا في الجمعيات عدم وجود ذاكره مؤسسيه داخل الجمعيه صحيح ها فانت اتكلمت عن تجربه حلوه تتكتب ونشترك فيها كلها مع الجمعيات وتعمل لها ورشه عمل عشان نحول هذه الفعالية إلى مبادرة إلى شيء مكتوب إلى مشروع إلى جمعية للمتطوعين إلى مؤسسة فكل اللي انت قلت ده جميل مش هبقى جميل قوي إلا ما تحطوا لي على ورقة ها وتبقى كتاب وكل واحد فيكم يكتب فيه يعني أحد الناس قال لي إيه عايز تكتب تاريخ الإغاثة قلت له بأمارة إيه يعني أنا بقى يعني كنت في السودان وجبتها من أولها لآخرها ولا في مصر ولا لا كل واحد في منطقته يكتب اللي شافه كل واحد في منطقته يكتب اللي عايز يكتب التاريخ يا اخوانا مفيش واحد كده يعني ايه ملهم كده هيقعد في اوضه ويقول اه ويكتب تاريخ العالم لا كل حتى تاريخ المدينه كل واحد في حارته يكتب تاريخ حارته تطلع منها تاريخ المدينه اللي عايز تاريخ مظبوط هو ده اللي يتعمل لذلك احنا ما عندناش تاريخ مظبوط لينا كان كلها زي ما بتقول اجتهادات بعض المؤرخين لكن التاريخ ده كتاب تاريخ ده مؤسسه موسوعيه تجعل من كل حاره تاريخ فانت بالتالي اكتب الذاكره المؤسسيه وحط اللي هو الاساس بتاعها عشان ايه تكبر وكل وجعلها
جزء مشترك اعظم عند كل هذه الجامعات، مين اللي بيكتفي فيكم؟ هو احد الطامات الموجوده ضمن المؤسسات. الطامات الموجوده مشاكل، طم يعني مصيبه. نعم، هذا الموجود هو الذاكره المؤسسيه، لذلك اي اداره جديده تجي مش بك انتوا لوحدكم، ده كل المؤسسات نعم. الكبيره اي اداره تاتي تبدا من الصفر، لا ترجع للذاكره المؤسسيه. انا بس اسمح لي اتاكد على موضوع التطوعيه تذاكره، وهو اللي بيدعم الجذر. هي لان المؤسسات جزء كبير منها ليس لديها فرق تطوعيه. طب تمام، الفريق التطوعي في اندماج المجتمع، هي علاقتهم بالناس اللي عايشين معهم. فنحن اذا لم يكن لكل جمعيه خير فريقها التطوعي او مجموعه اللي هي الدائره الاكبر متفاعله معها، ما بيكون عندها اولا روح مؤسسيه. الروح ما موجوده، عباره عن وظف في دائره عموميه. الفكره الثانيه انه هي غير قابله للانتشار. الكوادر البشريه والموارد البشريه عاده تؤخذ من المتطوعين، يعني يكون جيش من المتطوعين، إدارة تنفيذية جيدة وجيش من المتطوعين القادرين على الانخراط في أي لحظة يصدوا القرار. نعم، أديكم مثلا بس بسرعة كذا. ها؟ الساعة كام دلوقتي؟ عشان الساعة 12:30. طيب. كنا عاملين حاجة اسمها دورة الألعاب للهراسة اللي حضرتها. شفتها سنة كام؟ يعني من 15 سنة تقريبا. طيب. دي عملناها، كان بتجمع كل سنة في الدورة دي لمدة يوم واحد. 8000 شخص. فيهم كم فرقة كرة؟ 140 فرقة كرة، 150 فرقة كرة، وبعدين فولي بول أو كرة الطائرة، وبعدين كرة الطاولة، وبعدين تطور الأمر إلى أن الأخوات عملوا لهم اللي هو أول عرض أزياء للنساء، عرض أزياء. مش الكات ووك مشيت القطة بتاعتك دي؟ كل يوم بتفرج على مشيت القطة. أه. عملوه في أول التسعينات. خذوا لهم مكان كده للنساء وعملوا عرض ازياء اول مره في تاريخ بريطانيا للمسلمين. فالبنات لما كانوا جايين بيقولوا لك احنا عاملين عرض ازياء لينا بابا، قلت لهم عملت ايه؟ احنا عملناه من 25 سنه يا بنت، انتوا جيتوا منين؟ عملناه. فالمتطوعين دول، انا اديك واحد، الاثنين اللي راحوا امريكا دول اتكلمت معاهم كانوا متطوعين في الجيمز. كان بيجي لنا ناس من فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا عشان يحضروا اليوم ده ويرجعوا، يجوا بس يلعبوا كوره متطوعين، بالك؟ يجوا يلعبوا كوره، بالك؟ سواء كان فيه عن كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه كان موجود، بالك؟ كان في بقى الاطفال يستنوها من السنه للسنه. عفان وعدنان شيما الاثنين دلوقتي، واحد فيهم ماسك مكتب باكستان والثاني مكسب في الإدارة في المشاريع. دول جم مع دورة الألعاب الجيمز، وغيرهم. فبالتالي التطوع منظومة، ها، وفكر داخل المؤسسة، والتطوع كذلك جمعية ومؤسسة تنشر ثقافة التطوع. لكن في كل جمعية لابد يكون عندها متطوعين، نعامل المتطوعين بالروح. ما روحش متطوع الجمعيه ويلاقي ان الراجل اللي هيقعد معاه مشي الساعه 5، قلت انا جايلك يعني اقعد معاك، اقعد كل النهار، مش فاضي. فبالروح هتقدر تبني شخصيه المتطوع. اتفضل طارق. هو ده بس اللي كنت عايز اقوله، انه المؤسسه لازم يتنظم لها بنظره تكامليه. ايوه، مش عايزين ان احنا نعالج قطاع على حساب قطاع اخر. نعم صح. وبالذات يا قضيه الرؤيه والرساله والاشياء دي كلها مهمه جدا، لانه اللي بيحمل الهم قادر ان هم ينقلوا البيت. يعني هو ده مشكله كبيره جدا، ان بعض الاحيان بيبقى الانسان حامل هم او عنده روح داخل المؤسسه لكن ما عندوش القدره ان ينقلها للاخرين. التحدي الكبير جدا انه كيف نخلي الناس ايضا تحمل هذا. زي المثال اللي انا ضربته بموضوع بناء المسجد الشريف، ان الشخص اللي موجود داخل المؤسسه انه بيعمل عمل بسيط على الارض، لكن هو حاسس ان هو جزء من كل. واذا ما اديناش اشعار للموظفين والمتطوعين ان هو جزء من كل داخل المؤسسه بيساهم معانا بقدر كبير فيها، يستوي مدير المؤسسه مع اقل موظف فيها. اذا ما عملناش هذا الموضوع فعلا الموظف مش هيحس باي داخل المؤسسه، ولا يحس انه في توجيه معين او رؤيه معينه متخيله. انت فكرتني بحاجه بس قبل حضرتك تتكلم. كنا في التسعينات مع الامناء، انا كنا طالعين حاجه اسمها ايه؟ انتمائي للمؤسسه.
يقول لك عينين تبعك المصمات تبعك الدين. المملكة مش قادرين يفهموا ان لو انا ما عنديش ولاء للمؤسسة والدماء مش احميها. لكن بتحكم بتحصل مناقشات عن طريق وكأن فلان الفلاني انا يعني خرجت عن الدين. لا ان حقف مؤطرين فكريا وايديولوجيا وكذا وطبقيا وكذا. ها شايفينها بطريقه واحده الانتماء فقط يكون لحاجه ده ما ينفعش. انا ليه اخلي الشخص ده يجي الساعه 7 8 الصبحيه ويقعد الساعه 8 بالليل؟ في موظفين دلوقتي بس احقاق اللي انت قلته بقول لهم دلوقتي بالعربي اقول له يا ابني مش انت طلبت اللي انت عايزه؟ يقول لي اه. اقول له بقى اديني اللي انا عايزه. ايه بقى اللي انا عايزه؟ التسعة الخمسة ما عنديش مشكلة، بس يوم ما تحصل في كارثة ما فيش حاجة اسمها التسعة الخمسة. صح. انا مش هقول لك كل يوم. يوم ما تحصل في مصيبة ما فيش تسعة الخمسة. ما فيش سبت وحد. خلاص ما انت جيت قلت لي انا عايز مرتب وعايز بدل وعايز 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 انا فوت خلاص عشان مش لاقي. مش لاقي جماعة اللي عندهم الروح. ها؟ لا ما هو السوق كده السوق كده. لكن يوم بقى ما يحصل زلزال ولا يحصل فيضان ولا يحصل تسونامي ما عنديش تسعة خمسة. ودي تبقى استثناءات في السنة مرتين ثلاثة أربعة خلص بقى. ما انت بتروح يعني شغالك في شركة بقى بعدين برضه. اتفضل. حقيقة هم يعني موصلين هنا عارف البداية دكتور وليد الصالحي الحقيقة. احنا كنا مع بعض فين؟ كنت بحكي قوية قلت له انا بقول لك شكلك انا عارفك مسافرين مع بعض امبارح كده ولا؟ مستشار في الاتحاد الشؤون المدنية وايضا يعمل لاكثر من منظمة مجتمع مدني وهو مستشار لهم وله دور الحقيقة فقط في بناء المجتمع المدني في منظمات في انكار وفي اسطنبول. حاليا هو يعمل كمان في مؤسسة الشفاعة. وكنا مع بعض في اسطنبول. كنت مع لا في البحرين. في البحرين. كنا مع بعض اكثر من مكان يعني انا بس اخرهم بقى البحرين. اخرهم البحرين. بس يعني اولهم فين الله اعلم. اولهم في بريطانيا. اه بس بعدين وصلتهم في 2006 في برنامج برمنغهام كونفيرت تبع الطلاب الجامعيين. من الله بكل الاحوال يعني شكرا دكتور. حقيقه انا استعجبني موقفين. موقف في الثمانينات ما بين 1989 و87 قبل الانتفاضه الفلسطينيه. موقف الروحانية في العمل وقيمة العمل الوطني لشخص يفهم الهم الوطني العام والخدمة العامة لكل المواطنين بغض النظر شو الفكر تبعه. يعني أنا لا أتكلم سياسة لكن الشيخ رائد صلاح عندما رشح رئيس بلدية كان يوميا منذ الصبح باب الحارة عندهم يومي باب حارته ينظفه هو. هذا نموذج من النماذج. كان يقام هناك في الأسبوع كثير من الحملات بناء أسوار في الحال كان هو على رأس المشاهد. من تجربتي الشخصية أيضاً في 2001-2002 كان يجوا عند الممولين على جمعية عمل فلسطين يقرأوا على اللوح تعرف على اللوح مرة تحط الواحد اللوح على الإدارة التنفيذية أيام الأسبوع 7 بس مكتوب اليوم الثاني. اليوم الثاني شو اليوم الثاني هذا؟ هلا المتطوعين والمتطوعات والمستف اللي عندنا بيعرف شو اليوم الثاني. بحكي عن 500 متطوع متطوع في الجامعة. فلما يجوا بيجوا الممولين بيشتروا طبعا مكتوب بالانجليزي والعربي شو اليوم الثامن؟ اليوم الثامن هو الروح هو القيم هو التطوع هو الانتماء هو التضحيه. تمام؟ اعضاء مجلس الاداره المتطوعين جهاز التنفيذ المتطوع. فبالتالي كان ياتي التطوع في حملات الاضاحي في حملات رمضان الى اخره. هذه رسائل يوميه تؤتى في هذا الموضوع. والمؤسسات الاجنبيه بتعمل شيء اسمه ريتريت بالنسبه لهم. ريتريت بينفصلوا يومين ثلاثه زي ما قال الدكتور وبيصير انه موضوع. لكن حقيقة سؤالي كان عملي اللي سألته للدكتور وأعطى بعض الإجابات لكن لم تعطي حلول. لكن الحل الأقوى هو الشخصية المركزية ولا أبعد من المركزية. الشخصية اللي هي فهمة المؤسسة اللي أسست المؤسسة مع الإدارة الضيقة ببلوشها اللي عندها استشراف مستقبلي عندها هم وطني عندها قضية عندها مشروع بتمشي عليه. هذه الشخصية إذا كانت متواجدة تلهم وتحفز وتكون في المقدمة هي أكثر شيء أهم شيء في موضوع الفضل. أنا من الناس اللي كانت متمردة على البصرة. يعني حصل موقف معي أيوة. مديري بريطاني قلت بذاك اليوم أنا أخذت قرار بدي أضحك على كل المسؤولين بدي أقعد على المكتب 8 ساعات لا أنجز شيئا وبيني بالقوم. فما كما قال الدكتور أنا أعطيك كل شيء
بس انجز للمهمة في ساعتين ثلاثة في اليوم ما مش بس انجز. طيب انا بس حكيت المؤسسة دي ما بديش اتك عليها قوي لان انا متهم ان انا مؤسس كأني بتكلم عن نفسي. طبعا اجوا الشباب بدهم يحطوا لي لوحة الخام قلت لهم في حل واحد بتقولوا والله فلان فلان مؤسس جمعية ممتلكاتها مليون الان بفلسطين قلت لهم بحالة واحدة جيبوا لي حجر قبر قبر راس قبر شايد قول له هذا قبر المرحوم وليد الصالح حطه عندي بعدين اعمل ان شاء الله. فعشان كده ما 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 ما, ما زودتش فيها قوي علشان انا على راسي بطح انا يعني بدأنا الشغل ده ليه لكن فعلا الكلام اللي بيقول عليه والكلام اللي علي طارق في الاول زي شوف مش الرسول صلى الله عليه وسلم مالي خالد بن قرن ها لأنه اول من دعا للاسلام ثم 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 واتي على كل قرن من الزمان مجددين في بقى المجددين دلوقتي في مجالات مختلفه في الطب في الهندسه في العلوم في الفقه في الشريعه في كذا في كذا في كذا الى بس مش كل المؤسسين بياخذوا ستيب باك زي انت ما عملت. بقول لك بقى خلينا نفخ احنا من فخين كثير يعني تفضل تفضل. وانا حابب اقول يعني على يعني تعليقا على الاستاذ هي موضوع انه لازم القياده داخل المؤسسه تعرف دورها الحقيقي. المشكله كبيره جدا ان في بعض المؤسسات او مدارس ادارتها او كذا ما بيعرفوش الدور الحقيقي بيهتم ان هو بيهتم بالهياكل وبيهتم بالعمل اليومي وبيهتم بحاجه ولكن هو دور محوري جدا داخل المؤسسه ان هو يقود المؤسسه هو ده شغله اصلا هو قاعد في المؤسسه لمجرد ان هو يلبس الروح الموجود والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث اللي موجود انما جعل الايمان ليؤتم به اذا استشعر الانسان ان هو ايمان الناس هتؤتم به ولكن اذا استشعر ان هو ليه ادوار جانبيه داخل المؤسسه او يتدخل هنا او يتدخل يمين او شمال هو ده على فكره اللي بيقولوا الان في الاداره الحديثه ان كيف الاداره تهتم فعلا بانها تعمل رؤيه للمؤسسه بعيده يعني تحس ايضا تفاعل الناس وحتى الامام يعني من السنه الامام يتقدم المصلين بخطوه للامام وده دور القياده انها برضه تبقى سابقه المؤسسه بخطوه او خطوتين حتى الناس تبقى فعاله في هذا المكان. لكن اذا كانت القياده اصلا متاخره عن الموضوع ومش مستوعبه بالتغيير ومش قادره نتعامل مع التحديات المستقبليه ده بينعكس كله على طيب. على اخذ تعليق عشان عايز انا بس تنبيه قبل ما ننتقل للورشه. جزاكم الله خير يا استاذ وجميع المحاضرين استاذنا الفاضل عن موضوع المواجهه الكارثيه او التسونامي او ما شابه. يعني حقيقة في الواقع السوري كل يوم في عنا كارثة. لا ما انت استثنى يعني بس انا بقى بدي خبو حتاك لا انا اقصد يعني في الواقع السوري يعني ينطبق موضوع من 9 ل 5 لا طبعا 24/7 بالضبط. بس انا نختم دلوقتي احنا عندنا ورشة الساعة كام تبقى 12 ولا 3؟ 3 دي ورشة ثانية تكون ورشتين هم ورشة عن الأيتام مين الأخ محمد بيوم؟ هياخدها الأخ محمد بيوم ودي بتناقش ما كنا بنناقشه في اشعار الكفاله واللي كذا واللي كذا واللي كذا لان احنا بنحاول نعمل مؤتمر بعد كده لاتام خاص نناقش فيه الحاجات دي كلها. والورشه الثانيه عن المخاطر اللي بتتكلم بالتالي عن اللي هو تحويل الاموال اللي كان احد الوراء اللي احنا عملناه في مؤتمر تم الانساني وخرجنا بيه نعمل بحث عن المخاطر اللي بتواجه المؤسسه. الورشتين دول مهمين جدا بهذاك وهي دي الجلسات اللي احنا طلع فيها فكر احنا دلوقتي عملنا على ايه تحميس وعصف ذهني الى اخره الى اخره ينتقل هذا لشيء عملي ان احنا بنبص لليتيم كان اتكلمنا فيه مره او مرتين ان مفيش يتيم بيكلف $50 مفيش يتيم بيكلف $40 وفي بعض المؤسسات اللي كان عندكم في فلسطين حضرتك اللي هي جمعيه اسمها تعاون بتقول انا مش باخد اقل من $120 تاخد كمان ايه 5 سنين مقدم ولا 3 سنين مقدم اللي عايز يدفع اليتيم تعال دي كفاله. طب بالك انا ما عنديش مشكله اقفل اليتيم مثلا اقفل برنامج للتعليم بتاع اليتيم كلف 10 20 30 دولار مش مشكله برنامج صحه اليتيم لكن اليتيم ده كلمه الكفاله مين اللي كان حاضر مؤتمر اليتيم السنه اللي فاتت؟ الشيخه اللي عارف القرى ده مش هيقفل وزعق لي وقال لي لا 150 ده انت مالك انت كفل اليتيم ده زكريا كفلها مفتوح على حسب قدره الايه الشخص. فذاك الورشتين مهمين جدا جدا نطلع منهم بعض افكاركم. طارق هيقود الورشه اللي هي بتاعت المخاطر واخونا محمد بيه هيقود ورشه الايتام وكلكم معانا عشان تطلعوا افكاركم اللي احنا ممكن نعمل بها شيء نتحد على تقديم رؤيه لو استطاع ربنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لو استطعنا اننا بفضل الله سبحانه وتعالى نعمل المؤتمر ده في العام القادم يبقى احنا بنينه على اشياء احنا ناقشناها مع بعض. اتفضل حضرتك.
نتشكر الدكتور. موعدنا حاليا الساعة 1 تبدأ هذه الجلسة، موعدنا إلى اللقاء للصلاة استراحة. مكان الورشة فين بقى؟ مكان الورشة في الأوتيل المقابلنا الآن اسمه الأنكا، جراند أنكا. عارفينه يا أخوانا كلكم؟ في جنب النبي؟ مو اللي